مساء الفل عليكم جمهور شاشة الصحة والجمال وجمهور برنامج فكرة. فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة، وهو ده شعارنا وهيفضل دايما الشعار بتاعنا. طبعا في البداية وقبل ما نبدأ الفقرات بتاعتنا، عايزة طبعا أرحب معايا في الاستوديو بالمذيع زميلي الجميل عمرو سمير. ازيك يا عمرو؟ ما جيتش معانا الحلقة اللي فاتت، نورتني. خير بقى الظروف. ألف سلامة. الله يسلمك. مبدئيا يا جماعة، قبل أي حاجة أنا عايزة بس أحط تنويه كده بسيط، إن أي برنامج غير فكرة أو أي أنا برنامجي اسمه فكرة بس، فلو لقيتوا أي برنامج بيتكلم على أساسي سواء أي اسم حتى لو حرف واحد متغير عن كلمة فكرة، اعرفوا ان البرنامج ده لا يمت بصلة ليا، تمام؟ عشان في برامج كتيرة بدأت تنزل اسامي باسم فكرة، فده اللي انا حبيت اقوله لكم طبعا في البداية. اول حاجة بقى معانا طبعا عايزة ارحب معايا في الاستوديو بالشيف ايمان. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. وطبعا هو اول واحد هيقول لك ازيك عشان قلب انت عارفه معدته اكل. بتقول ايه النهارده بقى؟ ان شاء الله هنعمل مكرونه بالبشاميل بشكل مختلف بطريقه مختلفه. طبعا المكرونه بالبشاميل اتعملت في انا على فكره اكتر اكله بحبها هي المكرونه بالبشاميل، هتدوقها النهارده، فاحنا هناكل النهارده كتير كده، هتدوقها ان شاء الله بطعم مختلف النهارده وبطريقه جديده وبسهله، ونسبه الفشل فيها تقريبا معدومه في البشاميل بالذات. يعني هي طبعا المكرونه بالبشاميل اتعملت كتير قبل كده، ولكن الطريقه النهارده مختلفه، طريقه البشاميل مختلفه، حتى لو في عروسه لسه اول مره تدخل المطبخ الطريقه تبقى مختلفه تماما عليها، وهتبقى ناجحه معاها 100% وعلى مسؤوليتي ان شاء الله. بس تلتزم بالمقادير وبالطريق وبالخطوات، وان شاء الله باذن الله هتبقى ناجحه معاها. بصي يا شيف، هو اصلا دايما انا بسمع عن موضوع ان طبعا لكل ست نفسها ولكل ست الطريقه بتاعتها، وناس كتيره احنا طبعا بناخد طرق من بعض وكتير بنسال بعض عن الطرق، فيلا بينا بقى نشوف الطريقه الجديده للمكرونه البشاميل. ان شاء الله باذن الله. احنا معانا النهارده ان شاء الله هنسلق المكرونه بطريقه تقليديه جدا، وهنعصج اللحمه بطريقه تقليديه برضو، ولكن الفرق هيبقى في البشاميل. تمام، هنبدا ان شاء الله نسلق المكرونه. حطيت ميه تغلي على النار. تمام. عايزه طبعا ارحب كمان معايا في الاستوديو بمدام عبير عامر. هي طبعا قالت لازم تحتفظي باللقب يا مروه. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. مدام عامله ايه؟ اهلا يا عمر. عبير على طول منورانا. نورك يا عمر، نور الاستوديو، منور باصحابه. ربنا يخليك. وبالشيف انا مستنيه المكرونه البشاميل. عايزه اقول لك الاستوديو كله مستني المكرونه. ايوه بقول لها في جوه. ايوه عرفينا كده بالقناه يلا بتاعتك، وانتي كنت بتعملي ايه؟ اعرفي الناس بيكي يلا. بصي، هي فكره انا الاول معاكي عبير عامر، توريدات عموميه حاليا. بصي، فكره القناه جت اني يعني انا اشتغلت في حاجات كتير، دخلت بيزنس في مجالات كتير، فالمجالات كان فيها ربح وخساره، وخساره فلوس وخساره مؤسسات، فانا لاحظت ان في كل بيزنس في مشكله، كل بيزنس كان فيه خساره، كل بيزنس كان فيه ارباح وفي الاخر يخسر. يعني مش هقول لك ما ربحتش، كان فيه ارباح وفي الاخر يخسر. فكنت قاعد عادي على اليوتيوب، وبعدين شفت فيديو كان بيتكلم عن شاب سوداني اسمه عمار عمر. الشاب ده حاليا دلوقتي من اكبر رواد العالم في التجاره. الشاب ده اول ما بدا مشروعه وكان شاب فقير وما كملش تعليمه، والمفروض يصرف على عيلته. قصته ان هو بدا مشروعه واستلف عشان يعمل مشروع، المشروع فشل. فهو بالصدفه او ما فكرش برضه، يعني ممكن عمل زي ان مشروعه فشل اكيد بقى ده السبب ده السبب ده السبب. فماشي مع صاحبه عادي في العربيه، فبيقول له عمار انت درست المشروع؟ فهو فكر في السؤال، يعني درست المشروع؟ لا انا ما درستش المشروع. فابتدى يعرف المشكله منين. انا ما درستش، انا كنت بخش، انا كنت كده فعلا، انا كنت بخش الفلوس هتطلع بيزنس هتطلع ارباح، ما درستش ان انت ممكن يقابلك اعداء، ممكن يقابلك مشاكل، ممكن يقابلك ضغوطات. لا انت ما درستيش كل ده، فانت لازم تبقي دارسه كل ده عشان تنجحي في المجال اللي انت فيه وتوصلي للهدف اللي انت عايزاه. فبعد الخسائر دي كلها، يعني انا اعتزلت مع نفسي كده 6 شهور. طبعا الدنيا تضرب تقلب، يا مدام المدام دي ما بتنطقش، يمكن الترابيزه تنطق، هو كله مفكر خلاص المدام اتصدمت كذا بيزنس وبيخسر. فانا قررت من يومها اني انا ادرس. اخذت دبلوم التسويق ومبيعات،
دبلومه اداره مشاريع واعمال، يمكن اقرب حد ليا في البيت ما اعرفش الكلام ده. وطبعا هم مفكرين هي الدنيا بتتقلب، لا انا كنت بعدل الدنيا بس بطريقتي، لان انت هيقابلك اللي هيستخف باللي انت بتعمليه، هيستهزئ باللي انت بتعمليه، ويبقى ما حليتيش مشكله. وخدت الكورسات وخدت الدبلومات وابتديت ان انا فعلا ابقى مهيئه ان انا اخش اي مجال تجاره، اي مجال بيزنس. واكتشفت ان في حاجات كتير يعني موجوده غلط بيفهموا الشباب موضوع التسويق والمبيعات بطريقه هنتكلم فيها بقى معاكي في الحلقه، واقول لك عايزه كده ايه الغلط. هنتكلم معاكي لكذا نقطه طبعا. هي شيف وصلت لايه؟ اللحمه. انا عايزه اقول لك موضوع اللحمه ده، كلمي لنا كده بقى شويه عنه. بصي هقول لك على حاجه، اللحمه انا بجيبها المفروض بالذات بجيبها جملي. ليه؟ لان اللحمه الجملي معروف ان الجمل ما بيعيش، تمام؟ الجمل يعني بيموت على طول، ف يعني نسبه الامراض فيها ان شاء الله معدومه يعني، تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، الجملي دهونها اقل، لان كلنا عارفين ان الدهون اللي في اللحمه بتبقى شويه صعب على الصحه يعني، فلا دهونها اقل كويس. فاحنا ان شاء الله دلوقتي انا طبعا هبدا بزيت نخاله الرز، تمام. زيت ده جديد وناس كتير جدا سالوني عليه. الزيت ده صحي جدا يا جماعه، مفيهوش اي قلق، بيتحمل درجه حراره مرتفعه. بس عشان نعرف الناس، زيت نخاله الرز. زيت وايه؟ زيت نخاله الرز. هو اسمه كده، لا مش ونخاله، هو اسمه زيت نخاله الرز. نخاله الرز تمام. هو متوفر في السوبر ماركت الكبيره كويس. ال يعني الـ نسبه الاحماض الامينيه اللي فيه مرتفعه كويس، مضاد للاكسده، بيتحمل درجه حراره مرتفعه، ما فيهوش اي خطر، بيساعد الناس اللي هم عايزين ينقصوا وزنهم ان هو ينقصوا وزنهم بشكل صحي كويس. سعره غالي شويه بس ما فيش اغلى من الصحه. تمام. الزبده يا شيف، الزبده كويسه برضو احسن من الزيت؟ بصي الزبده البلدي طبعا طبعا يعني ما فيش حاجه يعلى عليها في الزبده البلدي، لا يعني هاتيها واستخدميها، بس تجيبيها من حته تكون واثقه انها معموله صح كويس. لان طبعا في ناس بتتغش في الزبده وتجيبها تلاقيها بقى فيها رواسب وفيها ميه وفيها، لا هاتيها من مكان تكوني واثقه ان هو مديها لك صح. تمام. طيب ننتقل بقى لمدام عبير. عايزه بقى اسالك على اول حاجه خالص لفتت نظري في القناه بتاعتك، فيديو كان جميل جدا انا شفته طبعا، اللي هو كان انت حاطه عنوانه عدوك ابن كورك، ودي حقيقه، دي تقريبا مع كل الناس ومع كل الطبقات واحنا عايشين فيها. ايه اللي خلاكي تسمي الفيديو بالاسم ده؟ بصي انا يمكن كان ال 99% من الخسائر اللي شفتها كانت بتبقى جايه من الناحيه دي، وفي كل المجالات وفي كل الطبقات هتلاقي عدوك ابن كرك دي موجوده. يعني مش مهم اللي يكون اللي بيعاديكي ده اقل منك، لا بالعكس ممكن يكون اعلى منك، وهو اعلى في مجاله وهو اعلى في شغله وهو اعلى في نفوذه واعلى في فلوسه، بس هو يعني هنقول ايه بالبلدي، الكحكه في ايدي اليتيم عجبه، لا كبزنس لا هم مش بيوسعوا المجال ان حد يشتغل غيرهم، اني خلاص الناس خدت ان انت هتيجي تاخدي رزقه. لا دي الارزاق دي كلنا على ربنا. ايوه الارزاق دي مكتوب. فهو فعلا العدو ده ممكن يخلي اي حد يعني الشباب اللي طالع دلوقتي ويجي يشتغل في مجال يقول لك ما انا كنت جاي من بلدنا اشتغل وصاحب انا كنت بفرش مثلا، ده بقولها لك عمي بفرش فرشه قدام المحل وصاحب المحل بيعاندني او بيحاربني وانا اخد فرشتي واروح بلدي. روح بلدك. كلمينا على الفيديو يا ابن عبير اللي هو بيقول سيبهم يضحكوا دلوقتي واضحك انت بعدين، اللي هو على القناه عندك. ايوه انا متابع. انا كنت هكمل مع مروه باقي الفيديو بس هرجع لها تاني. برضو دي من المشكله اللي اي حد في مجاله او في اي حد في شغله هيقابلها، انك انت هتقابل حد هيستهزئ بشغلك. هيستهزئ. انت عندك هدف هتقول لهم مثلا اكيد هتحاور مع اي حد، انا عندي الهدف ده انا هعمل كذا، هتلاقي
مليون واحد هيحبطك، هيحسسك ان هدفك ده حاجه مستحيله ان انت تقدر توصل لها. قابلتيهم؟ قابلتهم كتير، قابلتهم كتير، ويمكن انا لو وكنت بسمع لهم كل مره، يمكن انا لو كنت سمعت لهم خلاص بقى الفتره الاخيره دي وما ركزتش ان انا اتعلمت ان كل ده المفروض خلاص بقى يتنفض له، وتبتدي تدرسي وتبتدي الناس دي تعرفي تعامليها ازاي، ما كانش زماني دلوقتي انا موجوده هنا. فا قابلتهم، وكتير مننا يعني كتير مننا قابل كده. يعني اوباما لما جه قال انا هبقى رئيس امريكا، الناس كلها ضحكت عليه واستهزأت بيه، ما هو يعني فرق اللون والعداء البريطاني. محمد رمضان، ما هو محمد رمضان انا كنت عامله عليه فيديو بس للاسف اليوتيوب مرتين مسحوه. محمد رمضان يعتبر نموذج للشباب، يعني انت لو جيتي وفسرتيها بطريقه مش علميه، بطريقه كده للشباب عشان تمهدي لهم او تحفزيهم، اكبر مثال. الفنان ده في بدايه عمله يعني انا عايز اقول لك داسه بالشوز على وشه، يعني هم بيقولك بيطلع يتمنظر بيطلع يعلم البلطجه. لا هو لو بيعلم البلطجه حفظا للالقاب كان زمان محمود المليجي وفريد شوقي علموا اهالينا الفتوانه والمخدرات. فهو هو بيمثل واقع. فهو اتحارب اول ما دخل شغله واستهزأوا بيه، ايه ده الشاب اللي جاي ده؟ هو كان عنده اصرار وكان عنده هدف، عارف هدفه ورايح له، انما عارفه لو ما كانش مخطط وعنده هدف ما كانش وصل للي وصل له. اخر حاجه يعني لو مثلنا حاجه بسيطه خالص في المشوار بتاعه اللي هو حارب ده وحارب ده وكل اللي بيحاربه نفوس كبيره وفنانين كبيره، مش هنقول اسامي صغيره. اخر حاجه كان رده على الفيشاوي، يعني لما الفيشاوي جه اعترض على كلمه نمبر 1 وراح عمل اغنيه نمبر 2، الفيشاوي مع احترامي ليه كفنان جاب استوديو كلف وجاب فنانين حلوين برده، حمو بيكا واسلام ساسو وما اعرفش ايه، وعمل كليب كبير وكلف نفسه عشان يرد عليه. محمد رمضان بكاميرا الموبايل وهو قاعد في المكتب، لا محمد رمضان رد عليه ب 5 مليون، الفيديو جايب 5 مليون مشاهده في 24 ساعه. هنكمل الكلام معاكي طبعا. نروح للشيف. هيا شيف، عملتي ايه؟ احنا خلاص بنعصج اللحمه، هنبتدي دلوقتي نعمل البشاميل بتاعنا اللي اتفقنا ان هو هيبقى طريقه جديده ومختلفة. انا عايزه ايوه، موضوع بقى البشاميل ده متعب معايا، بيتقل معايا بسرعه جدا. بصي احنا النهارده ان شاء الله مستخدمين نص كيلو مكرونه تمام فرن، ومستخدمين نص كيلو لحمه تمام. هناخد معاه لتر لبن. هو اللتر بقى لبن بياخد معاه كام معلقه دقيق؟ لا ما التركه بقى هنا، ايوه انا مش هستخدم دقيق، انا هستخدم نشا. تمام. ليه بقى استخدمت النشا؟ النشا يعني افيد من الدقيق. انا يعني كل الاطفال بيحبوا المكرونه البشاميل، واحنا بنحب ناكلها لاولادنا لانها مليانه بالكالسيوم والنشويات والبروتين، فيها كل العناصر الغذائيه زي ما على فكره. انا بعتبر المكرونه البشاميل لما يعني ما بلاقيش حاجه اعملها اسهل حاجه ممكن اعملها، وجبه كامله تمام. ولكن انا كان بيقرقني دايما فكره الدقيق، دقيق الابيض بالظبط. انا مش حابه اكل ولادي دقيق ابيض، يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا استبدل لهم السكر بالعسل. وهقول سر يعني هم دلوقتي اكيد بيشوفوني وهيعرفوا، انا بستبدل السكر بالعسل في كل مشروباتهم. يعني لو هعمل لهم مثلا مشروب عصير، والدتي بتعمل كده معايا دايما، بحط دايما العسل بدل السكر. يا مامي السكر العصير طعمه، اقول لهم هو طعمه حلو السكر هتلاقيه بس مختلف، ولكن انا بدور على الحاجه الصحيه. هم كاطفال هم مش فاهمين تمام، هم عايزين الحاجه الحلوه اللي تعدي من اللسان انها حاجه حلوه كويس، ولكن انا لا، انا بستبدل ده بده، بجيب العسل من مكان مضمون كويس واثقه فيه، خلاص اتكلي على الله واكلي ولادي كويس. فانا كان بيقرقني دايما فكره الدقيق الابيض وسكر الابيض، فانا قلت ايه، طب يعني بنعمل المهلبيه بنشا ولبن، هشيل السكر واحط ملح وفلفل اسمر تمام. المكرونه البشاميل اللي هي بقى تحمري الدقيق وتحمصيه كلنا عارفين الطريقه دي، بس المكرونه تبقى تقيله قوي بالظبط. ما ده انا بتكلم فيه، تلاقيها كده وقفت على النفس. طبعا انت مالكش في الكلام ده، انت ليك تاكل بس. لا هو ياكل هو داخل الريحه اصلا. هو عمال يبص على المكرونه اصلا. فقلت بقى ايه، طب نجرب ونعمل ايه المكرونه. وعملتها على فكره اول مره وما قلتلهمش ان انا عاملاها بنشا كويس. كلوا
حلوه قوي يا ماما وكويسه ومش عارف ايه وطعمها جميل قوي بس خليتها بقى الوصفه المعتمده عندي في البيت. عرفوا بقى بعد كده ان انا عاملاها بنشا خلاص، بس رجوا بالامر الواقع يعني. ان شاء الله هنبلاشي، هنحط اللبن معايا لتر. التزمي بالخطوات وبالمقادير ان شاء الله الوصفه تطلع ناجحه. زي ما قلت نسبه الفشل فيها تقريبا معدومه، لان انا جالي اسئله كتير. البشاميل بيبوظ مننا، البشاميل بيطلع مكلكع، البشاميل بيطلع خفيف، المكرونه بتسيب البشاميل وتبقى لوحدها والبشاميل لوحده. لا، مع الوصفه دي ان شاء الله باذن الله هتدعي لي يعني باذن الله. طيب قولي لي بقى مدام عبير، انت ايه كان هدفك من القناه؟ هدفي اني اوصل للناس، او المجتمع بتاعنا هتلاقي فيه شباب لسه في بدايه حياته، مش هيروح يدور على الكلام المكلكع. انا الكلام المكلكع والورقه والقلم مش هي اللي علمتني، في ستات كتير يعني، في ستات ارامل، في ستات مطلقات، في ستات بتنجبر ان هي تنزل تشتغل، ما هي لازم تتعلم عشان ما تفشلش. فحبيت ان انا اقرب يعني اللي انا اتعلمته اقوله بطريقه سلسه وبسيطه، وتخاطب المجتمع بطريقه سهله وكله يستفيد زي ما انا استفدت. على الاقل ابقى وفرت عليهم المشوار اللي انا روحته، يعني انا روحت مشوار وجربت وشفت كل ده، يعني انا بوفر عليك المشوار، بوفر عليك المشوار. انت هتقابل كل ده، اتحدى اي حد يقول لي انا مش هقابل كل اللي انا ذكرته في الفيديوهات دي. هيقابل كل ده، هيقابل اعداء وهيقابل منافسين وهيقابل ناس هيحبطوه وهيقابل ناس يكسروا من حلمك ومن هدفك، هتشوفوا كل ده اكيد. انا بوفر. في ناس بتسمع الكلام ده يعني، في ناس بتستجيب. في ناس بتستجيب وده الغلط. انا عندي هدف، عندي حلم اركز فيه. احنا زمان لما كانوا بيجيبوا لنا القصص ويجيبوا لنا لغز كده ويرسمونا يقول لك اوصل للبيت، كنا اول حاجه بنبص نشوف ايه اللي هيوصلنا البيت، يعني اني واحد، بدل ما نقعد نشخبط كنا بنشوف اني خط اللي هيوصلنا البيت ونبتدي من عنده. انت عندك هدف؟ هو عموما انت مش هتعرفي ترضي كل الناس، مفيش حد ومفيش كل مفيش حاجه بترضي كل الاذواق، لولا اختلاف، اذا كان بيقول لك لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. أكيد. طبيعي ان انت ترضي كل الناس، دي حاجه غير موجوده. ماشي، ما انا اتكلمت على الموضوع ده في فيديو عندي، ان في شخصيات سامه بتدخل حياتنا المفروض دي احنا نجتنبها. ما هو انا ما اجيش جنب النار واقول النار لا ساعدني، طب اجتنب الشخصيات دي. انا اتكلمت عن اربع شخصيات، منهم واحد يعني هذكره لك بسرعه كده، اللي هو من غير هدف. دي شخصية سامة بدون هدف، ده بيكون يعني بتقابليه في حياتك، صاحبك، جارتك، موجود حوالينا في شغلنا، ده واحد ما عندوش هدف. ده واحد قاعد معاكي، هو خلاص هو يعني هيئ لنفسه، هو عنده باص وهو القائد بتاعه وماشي يحمل، بيركب الناس معاه، هو مش عارف هو رايح فين. يعني أليس في بلاد العجائب لما سألت الضفدع قالت لها امشي منين، قالت لها انت رايحة فين، قالت لها مش عارفة، قالت لها امشي من اي حتة. هو ده ماشي مش عارف هو رايح فين، فكله قاعد بيركب معاه. فطول ما انت مطوله مع الشخصيه دي اللي ما عندهاش هدف، لو انت عندك هدف هتقول لك هدف ايه ده ملوش قيمه. لو انت قلت له انا رايح اشتغل في شغلانه، هي الشغلانه دي هتجيب لك ايه؟ يا عم اقعد، مش هتجيب لك حاجه ولا هتجيبها، ما هو تلاقيه ما فيش في جيبه جنيه. يشيلك الهم 24 ساعه كأن القيامه هتقوم بكره. انت بتبقي مروحه بقى مضغوطه، انت مش بتفكري في هدفك ولا بتفكري في الجديد، هو شايلك الهم. فطول ما انت راكبه معاه بتستحملي. والله اللي عايز برضو يعني يستسلم احنا هو كان بيتكلم في قول في سكت ليه؟ الناس بتستجيب للموضوع يعني. ايوه، لليأس ان انت بتستسلم وبتيأس من هدفك وطموحك، فانت اللي بتخسر مش حد تاني. فالمفروض احنا ما نستسلمش لاي حاجه. احنا لسه بنتكلم على محمد رمضان. لا صح. طب ايه اكتر فيديو رفعتيه يعني الناس على القناه؟ طيب الناس تبعت له كده. هنتكلم في كل ده بس يا جماعه فاصل واستنونا. لا فاصل واستنونا. اوكي. القوه مش معناها ابدا عضلات او قوه جسديه، هي قوه التحمل لكل حاجه وحشه، هي قوه التمسك بهدفنا وحلمنا واي حاجه بنحبها مهما كانت الصعوبات، هي قوه التخلي عن كل حاجه مؤذيه مهما كانت المغريات، هي قوة الاكتفاء الذاتي والقناعة، هي قوة الصبر على المصايب والشدة، هي قوة مواجهة الناس بحقيقتنا من غير تصنع أو تكلف أو نستنى رأيهم فينا أو نحط أقنعة على وشنا علشان نرضي الناس.
قوة الإيمان بالله، ودي أعظم قوة ممكن يمتلكها أي حد فينا. كل ما كان إيمانك قوي كانت شخصيتك وحياتك أريح وأجمل وأحلى. كونوا أقوياء وكونوا بخير. ورجعنا لكم من جديد. خلينا نشوف بقى الشيف إيمان عملت لنا إيه. وصلت لإيه يا شيخ؟ أنا دلوقتي هحط طبعا اللبن جيلي معايا، فشلته ورفعته من على النار. هنزل بقى بالنشا اللي مدوب في مية ساقعة، ضروري الخطوة دي. هي دي قد ايه نشا؟ بحط قد ايه نشا؟ ثلاث معالق كبار من فوق الاكل، بس مش مليانين قوي ولا ممسوحين قوي. تمام، هيبقى معاكي بشاميله مظبوط قوي ان شاء الله. انزل كده واحدة واحدة بايدي التانية. انا بقلب. ايه بالنسبة لك يا شيف الاكل الصحي؟ صف لنا كده موضوع الاكل الصحي. بصي، الاكل الصحي انا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دايت وامشي على اكل صحي لمده مثلا لحد ما جسمي يوصل للوزن اللي انا عايزاه. لا، انا عايزه يبقى لايف ستايل. تمام، نظام حياتي ايه؟ انا باكل اكل ايه؟ باكل اكل إيه؟ زي ما المدام كانت بتتكلم بتقول ان انا عندي هدف مهما كانت صعوبته انا لازم اوصل له. تمام، فانا النهارده اتعودت مثلا ان انا اكل ولادي اكل صحي، هيطلعوا متعودين على الاكل الصحي كويس، مش هيبقى عندهم اي صعوبات في ده. لا، عودتهم ان هم ياكلوا بقى المحمر والمشمر والمحشي ومش عارف ايه وايه. ايه مش شرط يعني، انا والدتي من الناس اللي ممكن تعمل لنا اكل صحي، بس انا من الناس اللي بحب لا فاكهه ولا خضار ولا ليا في اي حاجه. تخيلي يعني مالكش في الصحه خالص، كله في دوار الصحه. والله بصي، انا هقول لك على حاجه، هو لكل قاعده شواذ. تمام، يعني انا النهارده عودت ولادي ان هم هياكلوا حاجه معينه، هيطلعوا ممكن مثلا نفسهم تاخدهم لحاجه تانية مختلفه، بس هيبقى مره مش هيبقى طول العمر كويس. فانا النهارده اولادي مثلا عودتهم ان هم ياكلوا كده اكل كويس وصحي وتمام. تمام، مفيش مشكله. تمام، عودتهم بقى ان هم احط بقى قدامهم المحشي والمش عارف والفراخ اللي متحمره في السمنه والزيت وكلام من ده. لا، يبقى انا كده انا بقضي عليهم على المدى البعيد. فاهماني ازاي؟ بس يعني انا قابلت ناس كتير كانت يقعدوا يقولوا لي لا، الاكل اللي انت بتاكليه لاولادك ده مش هيبني جسمهم، مش هيبني. يا جماعه، انا ببني جسم ولادي صحي. صح. انا دلوقتي لما استبدل مثلا لبنتي، نحط بس الاول مكعب زبده. تمام، دي بقى الزبده البلدي ولا شكلها عشان انا عارفاها. لا، انا ببني جسم ولادي بشكل صحي كويس. يعني العكس، انا ولادي يقولوا حرام السمنه. لا، انا ببني لهم جسمهم بشكل صحي كويس، لان انا مش هفرح لما الاقي مثلا حد من ولادي لا قدر الله تعبان او بيعاني من كوليسترول او بيعاني. لا، مش هفرح. احنا يا شيف مش بنبقى عايزين نعيهم، احنا بنبقى عايزين نغذيهم. ايوه حبيبتي، ما هو انا دلوقتي بصي، انا دلوقتي حطيت لبن في غذاء. أيوة. تمام، حطيت دقيق، حطيت نشا، هو ده الفرق. فاهماني؟ يعني انا مثلا كنت عامله فيديو على القناه عندي وهم راجعين المدرسه، كنت عامله فينو بدقيق القمح الكامل. ما شاء الله. تمام، عايزه اقول لك كميه الرسائل اللي جات لي، دول اطفال، دول مش عارف. يا جماعه اطفال، انا هيفرق معايا ايه ان انا املى السندوتش ده برضو حاجه صحيه؟ يعني مثلا بدل ما املاه حلاوه طحينيه وبدل ما املاه، لا، احط مثلا بيض مسلوق، احط مثلا ناجتس معموله في الفرن، احط مثلا فراخ متشوحه، شيش طاووق في الفرن. مش لازم كله مقليات ومحمرات مفيش مانع طبعا ان انا ادي الحاجات دي ماشي، بس ما تبقاش هي نظام الحياه. طبعا. تمام، معايا هنا كريمه الطهي كويس، زود عليها. بصي، ده البشاميل اللي انا عايزه اشوفه، لا يعني ولا تقيل ولا تقيل ولا خفيف ولا مية. خفيف ميه. تمام، ابتدي دلوقتي بقى احط ايه، ملح. بالمناسبه الملح انا بجيب ملح برده صحي منخفض الصوديوم. بجد هو بيبقى موجود فين بقى؟ في اي سوبر ماركت، في أي سوبر هو ماركت. متوفر دلوقتي. تمام، هو الملح مكتوب عليه دكتور سول. تمام، ده منخفض الصوديوم، لان طبعا الصوديوم بيعلي الضغط وبيخزن ميه في الجسم
الحاجات دي مش صحيه خالص خالص. لا انا ادي ولادي برضو ياكلوا ملح بس المشكله شايفه انت ماشيه لهم بالظبط بالمقادير بكله بسم الله ما شاء الله مش خالصه يعني. عشان تبقي عارفه يعني دايما مامي عايزين شيبسي، مامي عايزين مش عارف ايه، مامي عايزين حاجه، يبقوا ماشيين مثلا في السوبر ماركت نازلين نشتري طلبات للبيت او حاجه، مامي عايزين دي، مامي عايزين دي، لا طب ما انا حاضر وتاني يوم اجيب له اعمل انا بقى في البيت، اعمل حاجه في البيت اللي هم اعمل حاجه اللي هم طلبوها في البيت بس بشكل صحي، بشكل صحي وممكن ما اقولش ان انا جبتها من بره تمام، يعني ممكن اعملها واحطها في طبق قدامهم انا جبت لكم الحاجات دي. انا عايزاكم تاكلوا، برافو عليك. وياكلوا والله ويبقوا مبسوطين. انا اذا اقول لك على حاجه، انا كنت في مره بعمل حواوشي، بنتي الكبيره دخلت عليا لقيتني بدهن العيش سمنه بلدي. لا يا ماما لا لا، على فكره هي دكتوره تمام. لا انا مش عايزه يا بنتي ده سمنه بلدي كويسه. لا ادهني لي انا العيش بتاعي زيت. قلت لها حاضر. ورحت ايه وعملتي اللي انت عايزاه، عملت اللي انا عايزاه ورحت حق. والله العظيم عايزه اقول لكم ان هي وهي بتاكل بتقول لاختها الصغيره على فكره العيش طعمه حلو قوي. قلت لها عجبك؟ قالت لي قلت لها ده معمول السمنه البلدي. طيب نرجع بقى لمدام عبير، قولي لنا بقى موضوع القروض، انت كنت تتكلمي برضه عن موضوع القروض ورجال الاعمال واللي هم المفروض يشجعوا الشباب، ايه بقى الموضوع ده؟ بص يا ستي، يعني لو جيتي بصيتي على السوشيال ميديا كلها هتلاقي دلوقتي اعلانات خد قرض وابتدي مشروعك، خدي قرض وابتدي مشروعك، خدي. طب ماشي، انتوا هتدوا الناس دي القروض؟ الناس اللي بتاخد القروض دي هكلمني، مش هقول انا جاي انصح حد، لا يعني هكلمك انا مثلا عن نفسي. لو كنت قبل ما درست وتعالي خدي كارد، هجري اروح اخد الكارد واخش بيه اي بزنس وهخسر طبعا. طيب انت الناس اللي بتدوها الكروت دي زي ما قلت لك، لو عملوا فكره اني مثلا انت هتاخد كارد اتعلم، خد قصاده الكورس ده واخصم، يعني اخصمه من ثمن الكارد، ضيفه على ثمن الكارد، على الاقل اللي هيدرس المشروع وهيدرس التجاره وهيدرس الاصول وهيدرس برضو النواحي الاجتماعيه والمشاكل اللي هتقابله، وهيكون ملم بكل حاجه ساعه ما هياخد الفلوس دي، هو عارف هو رايح بيها فين. صح. انما هو هياخد منك القرض وبعدها بشهر هيخش السجن. لان هو مش عارف. هو مش عارف هو رايح فين ولا هيعمل ايه بالفلوس. هو فرحان بالقرض. ماشي، انتوا بتساعدوا الشباب، بتدوا قروض، علمهم اكاديميه صغيره كده لرجال الاعمال، تتعامل للستات الحلوين اللي بتجاهد، للشباب اللي لسه طالع. احنا مش هنطلع نعلم رجال الاعمال، رجال الاعمال عارفين، مش عايزين حد يعلمه. اكيد. طب انا عايزاكي تقولي كده نصيحه لكل الشباب وكل الناس اللي عايزه تبتدي تبقى رجال اعمال وسيدات اعمال كده زيك بسم الله ما شاء الله كده، في يعني قبل ما نختم كده، وقولي لي ايه تحبي توجه لهم ايه؟ بصي، احب اقول لهم يعني اي صعوبات هتقابلهم المفروض يعدوها. إيه، انا لما ابتديت ان انا افوق ابتديت اتعلم ان انا اكتب اهدافي زي ما انا شايفه. انا على طول ماشيه دلوقتي بالورقه والقلم بسم الله ما شاء الله. كنت الاول بمشي بالروج، دلوقتي الورقه والقلم على طول في ايدي على طول. انت حددتي هدفك؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا هدفي من بدايه ما فتحت القناه ان انا بقى على الكرسي ده قدامك اقول الكلمتين دول عشان يوصلوا الناس لرجال الاعمال. شابو، اسف بجد والله يا اسف بجد والله، زي ما بقول لك كده. طب انا كاتبه الهدف ده في كشكولي، انا قدامك اهو كتبت هدفك، حددته، عرفت انت رايح فين، والله هتوصل. تبدا ترسم له بقى وكده. ايوه. في فيديو في الفيديوهات انا كنت اتكلمت عن، كان في كاتب اللي هو روبرت جرين عامل كتاب، انا بنصح كل الناس اقراه، يمكن الناس هتايدني وناس هتعارضني في الكتاب ده، اسمه قوانين السلطه او القوى ال 48، كلمت منه انا على كذا قانون. القوانين دي ممكن حد يشوفها، انت ممكن لو نفذتي القوانين دي هتبقي ايه، هيقولوا عليكي ست لئيمه، هيقولوا عليكي ان انت دحلاب. لا معلش، اما يقولوا عليا لئيمه ويقولوا عليك دحلاب احسن ما ابقى هبله وبتاخد على دمي. ايوه. في مجتمع ما بيرحمش حد يعني، المجتمع بتاعنا ما بيرحمش حد. فانا بنصح الشباب اي ظروف تقابلك عديها، عندك هدف هتوصل له، ما عندكش هدف خلاص بقى خد الظروف بتاعتك وروح. انا اكتر فيديو بقى في القناه عندك يعني قدر الناس تستجيب ليه والناس يفهموه؟
بص في مجال اللي هو المبيعات كان ازاي تسحر الزبون. تسحر الزبون مش تسحر له انت هتسحر له علشان تبيع له، لا انت لو جيتي بصيتي القانون المبيعات عشان يعلموكي، انا لو حد رفع عليا سماعه التليفون بيعرض عليا حاجه بتحصل على التليفونات الارضي او على الموبايل، انا بقفل من اول دقيقه، هو حافظ مش فاهم تك 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 تك. لا انت لما تيجي تبيع في اصول، هما بيعلموا اصول ورق وقلم واصول، اللي بيبيع شركات ومؤسسات، لا احنا بنعلم الجيل والشباب، لا في اصول. يعني انت مثلا لما تيجي تروح تبيع عربيه هتبيعها دلوقتي المروه، مش هتيجي تقول للمروه العربيه دي فيها اربع عجلات وفيها ده انت كده خطبتها، ما هي عارفه ان فيها اربع عجلات. إيه انما لو جيت قلت لها على فكره العربيه دي امان، انت لو ركبتيها هتبقى امان ليكي انت وولادك لاي بتاع، انت كده جبت لها فايده، الفايده اللي هتاخدها من العربيه مش الميزه، هي عارفه الميزه. دي اول حاجه المفروض تعمل. فالفيديو ده انا اتكلمت فيه كان على يعني كذا حاجه، فالفيديو ده اللي جاب اكتر مشاهدات. نورتيني. وطبعا البيتش بتاعتك الفيسبوك طبعا بين الناس وكل حاجه، ولينا طبعا حلقات تانية مع بعض اكيد ان شاء الله. نيجي بقى هيا شيف نشوف بقى ايه في النهايه كده ايه اللي حصل. بصي انا خلاص عملت الطاجن بتاعي، حطيت قلبت المكرونه في البشاميل، وبعدين حطيت طبقة تحت وحطيت اللحمة المفرومة في النص وحطيت طبقة مكرونة تانية. تمام دلوقتي بقى هنعمل، هنغطي المكرونة بطبقة من البشاميل. بصي بصي البشاميل عامل ازاي، ده السمك اللي انا عايزة اشوفه في البشاميل بتاعي. الله بشاميل حرام عليك انت تعمليه فينا ده. لا انت عارفه يعني حاجه ممتعه جدا انك تبقي بتاكلي وانت مش حاسه بالذنب. او والله بجد يعني يا والله يا احلى حاجه بس فهنعملها بقى، ندخلها الفرن كويس. بس قبل ما ادخلها الفرن عندي تريكه برده مختلفه بعملها على الوش بصراحه، التكه دي بتاعت حميدتي الله يرحمها. طيب هناخد فاصل ونيجي التريكه دي بعد الفاصل. فاصل واستنونا.